السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة هاند ميد ويز لاف. النهاردة هنتعلم طريقة جديدة لعمل جوانتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جوانتي بسيط وسهل جدا، لو انتوا اتبعتوا الخطوات ورايا هتقدروا ان انتوا ان شاء الله تنفذوه بطريقة سهلة وبسيطة. ودلوقتي على طول تعالوا نروح نشوف ايه الأدوات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. ايه الادوات اللي هنستخدمها النهارده؟ هنستخدم خيط هيمالايا افري داي، الشله 100 جرام 250 متر. هتحتاجي حوالي نص شله او شله الا ربع يعني للفردتين. وهنحتاج ابره ضفيره بتكون بالشكل ده، مهمه جدا انها تكون موجوده عندك، بتسهل شغل الضفيره. وهنحتاج هنشتغل بالابر الطويله مقاس رقم 3. تعالوا دلوقتي نروح نشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة عندي هنا سطر البداية بيتكون من 44 غرزة. انا عايزاكم بس تنسوا ان انا بشتغل على ابر دائرية، انا بشتغل بيها بس عشان سهولة الشغل اثناء التصوير. اعتبروها ابر عادية، عادي جدا بننقل الغرز من ابرة لابرة. فدلوقتي اول حاجة هنبدأ نشتغلها، هنشتغل 22 سطر بليسيه مزدوج، كل سطر هيكون بالطريقة دي، غرزتين عدل غرزتين مقلوب. غرزتين عدل غرزتين مقلوب. كل سطور البلسيه هتكون بالشكل ده لحد ما يوصلوا معايا ل22 سطر. فانا هخلص الجزء ده، جزء البلسيه، وارجع لكم على طول. دلوقتي احنا خلاص كده خلصنا جزء البلسيه، هنبدأ نشتغل في باقي الجوانتي. فهنقول السطر الأول، أنا عندي 44 غرزة على الإبرة، عايزة أزودهم لحد ما يبقوا 48 غرزة، فكل 10 غرز هزود غرزة، والسطر كله هشتغله بالغرزة العدلة. تعالوا نشوف إزاي. هشتغل 10 غرز عدل، بعد كده هشتغل تزايد. شايفين بين الغرزتين؟ شايفين لفة الخيط اللي في النص دي؟ هدخل بالإبرة الشمال فيها من الأمام بالشكل ده، وبالإبرة اليمين هشتغلها من الخلف غرزة عدلة. ده كده أول تزايد معي. بعد كده هشتغل 10 غرز عدل. التزايد التاني بنفس الطريقة، بين الغرزتين بيكون فيه لفة خيط، هدخل بالإبرة الشمال من الأمام فيها، وبالإبرة اليمين هشتغلها غرزة عدلة من الخلف. وبعد كده هشتغل 10 غرز عدل. التزايد الثالث بنفس الطريقة، وبعد كده هشتغل 10 غرز عدل.
آخر تزايد معايا التزايد الرابع، وبعد كده هشتغل آخر 4 غرز، غرز عدلة. السطر التاني ظهر الشغل دايما بشتغله كله بالغرز المقلوبة. السطر الثالث هشتغل غرزتين عدل، وهشتغل ضفيرة أمامية من 4 غرز. حصلت أول غرزتين على إبرة الضفيرة وحسبهم قدام الشغل، واشتغل الغرزتين اللي بعد كده غرزتين عدل. وبعد كده هشتغل الغرزتين اللي سبتهم على إبرة الضفيرة قدام، هشتغلهم غرزتين عدل. بعد كده هشتغل 4 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية من 4 غرز. حصلت غرزتين على إبرة الضفيرة وحاسبهم ورا الشغل، واشتغل الغرزتين اللي بعد كده غرزتين عدل. والغرزتين اللي سبتهم على إبرة الضفيرة هشتغلهم غرزتين عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية بنفس الطريقة اللي قلتها قبل كده، حصلت غرزتين على إبرة الضفيرة واسيبهم قدام الشغل، واشتغل الغرزتين اللي بعد كده غرزتين عدل. واشتغل الغرزتين اللي على إبرة الضفيرة هشتغلهم غرزتين عدل. بعد كده هشتغل 4 غرز عدل. وهشتغل ضفيرة خلفية، حصلت غرزتين على إبرة الضفيرة واسيبهم ورا الشغل، واشتغل غرزتين عدل. وبعد كده هشتغل الغرزتين اللي على إبرة الضفيرة هشتغلهم غرزتين عدل. بعد كده هشتغل غرزتين عدل، آخر غرزتين معايا في النقشة. وباقي الجوانتي الجزء السادة بشتغله كله بالغرزة العدلة لحد الآخر، وارجع لكم على طول. السطر الرابع ظهر الشغل دايما بشتغله كله بالغرزة المقلوبة. السطر الخامس هشتغل 4 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية، حصلت غرزتين على إبرة الضفيرة وحاسبهم أمام الشغل، واشتغل بعد كده غرزتين عدل. بعد كده هشتغل الغرزتين اللي على إبرة الضفيرة هشتغلهم غرزتين عدل.
بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية، حسلت غرزتين على إبرة الضفيرة واسيبهم ورا الشغل، واشتغل بعد كده غرزتين عدل، بعد كده هشتغل الغرزتين اللي سبتهم على إبرة الضفيرة هشتغلهم غرزتين عدل. بعد كده هشتغل 4 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية، بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية، بعد كده هشتغل 4 غرز عدل. وهكمل باقي السطر للآخر بالغرزة العدلة. السطر السادس ظهر الشغل، ما اشتغله كله بالغرزة المقلوبة. السطر السابع هشتغل 6 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية، بعد كده هشتغل 8 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية. بعد كده هشتغل 6 غرز عدل. زائد باقي السطر للآخر هشتغله بالغرزة العدلة. السطر الثامن ظهر الشغل هيكون كله بالغرزة المقلوبة. السطر التاسع هشتغل 4 غرز عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية،
بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية، بعد كده هشتغل 4 غرز عدل، بعد كده هشتغل ضفيرة خلفية، بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية، بعد كده هشتغل 4 غرز عدل، وهكمل للآخر بالغرزة العدلة، والسطر العاشر هيكون كله بالغرزة المقلوبة. دلوقتي هكمل الجزء اللي هزود فيه الصباع، السطر الـ11، 2 عدل، ضفيرة خلفية، أربعة عدل، ضفيرة أمامية، بعد كده ضفيرة خلفية، أربعة عدل، ضفيرة أمامية، وآخر غرزتين في النقشة معايا هشتغلهم غرزتين عدل. دلوقتي احنا كده خلاص خلصنا جزء النقشة، هنبدأ في جزء زيادة الصباع. من الـ3 غرز دول هبدأ التزايد، التزايد عندي بيكون بعد أول غرزة وقبل آخر غرزة، هنشوف دلوقتي ازاي. هشتغل غرزة عدلة، وأول تزايد عندي بيكون بالشكل ده، شايفين الخيط اللي ما بين الغرزتين؟ حاول أقرب لكم،
الجزء ده اللي ما بين الغرزتين هدخل بالإبرة الشمال من الأمام، وبالإبرة اليمين هشتغلها غرزة عادلة من الخلف. دايما أول تزايد عندي بيكون بالشكل ده، بعد كده هشتغل غرزة عدلة، والتزايد التاني عندي أو الأخير الإبرة الشمال بدخل في لفة الخيط برضو بس من الخلف، وبالإبرة اليمين هشتغلها غرزة عدلة. تكون ضيقة شوية كررها معاكو تاني، بالإبرة الشمال هدخل في لفة الخيط اللي بين الغرزتين من الخلف واشتغلها غرزة عدلة من الأمام. بعد كده هشتغل غرزة عدلة، وباقي السطر كله هشتغله بالغرزة العدلة. السطر الـ12 هشتغله كله بالغرزة المقلوبة. السطر الـ13 هشتغل غرزتين عدل، ضفيرة أمامية، أربع غرز عدل، ضفيرة خلفية، ضفيرة أمامية، أربعة عدل، ضفيرة خلفية، اتنين عدل. بعد كده هشتغل تزايد الصباع، زي ما انتوا شايفين الغرز ابتدت تزيد معايا، فانا هشتغل التزايد زي ما قلت، بعد اول غرزة غرزة عدل اشتغل تزايد بنفس الطريقة، التزايد الاول غرزة عدلة من الخلف، تلاتة عدل، والتزايد التاني قبل اخر غرزة بشتغلها غرزة عدلة من الأمام زائد غرزة عدلة، وباقي السطر كله هشتغله بالغرزة العدلة. السطر الـ14 كله هشتغله بالغرزة المقلوبة. السطر الـ15 أربعة عدل،
ضفيرة أمامية، ضفيرة خلفية، أربعة عدل، ضفيرة أمامية، ضفيرة خلفية، أربعة عدل، بعد كده جزء الصباع أشتغل غرزة عدلة تزايد، خمس غرز عدل، تزايد، وغرزة عدلة، وباقي السطر كله بالغرزة العدلة. السطر 16 هشتغله كله بالغرزة المقلوبة. السطر 17 هشتغل 6 عدل، ضفيرة أمامية، ثمانية عدل، ضفيرة خلفية، ست غرز عدل، بعد كده هشتغل جزء الصباع، هشتغل غرزة عدلة تزايد، سبع غرز عدل، تزايد،
غرزة عدلة، وباقي السطر كله بالغرزة العدلة. السطر ال18 كله هشتغله بالغرزة المقلوبة. السطر ال19 هشتغل 4 غرز عدل، ضفيرة خلفية، ضفيرة أمامية، أربع غرز عدل، ضفيرة خلفية، ضفيرة أمامية، أربع غراز عدل. بعد كده جزء الصباع، غرزة عدلة، تزايد، تسع غرز عدلة، تزايد، غرزة عدلة، وباقي السطر كله بالغرزة العدلة. السطر ال20 هشتغل كله بالغرزة المقلوبة. وبكده احنا خلصنا الجزء الأول من الجوانتي. عشان بس الفيديو ما يكونش طويل، أنا قسمت الفيديو لجزئين، حاسب لكم لينك الجزء التاني في الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف وفي التعليقات. بتمنى ان انتوا تتابعوه.